تسأل كيف يضع المصلي رجليه أثناء الجلوس؟ في التشهد الأول يجلس مفترشا، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. أما في التشهد الأخير فإنه يجلس متوركا، بمعنى أنه ينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس بمقعدته على الأرض. هذا هو الأفضل في جلوس الصلاة. وكذلك الجلسة بين السجدتين مثل الجلسة في التشهد الأول، يجلس مفترشا. بارك الله فيكم. الحكم بالنسبة للنساء والرجال واحد شخص؟ هذا المرأة تضم نفسها تتضام نفسها.